لأي متى رح نضل عم نغني هما يومين؟ مساء الخير. منتابع على هالمسرح استضافة أهم نجوم الوطن العربي من كافة الميادين ليكونوا معنا ضيوف برنامج فوبيا فن على تلفزيون فلسطين. مساء الخير لكل المشاهدين المستمعين عبر إذاعة صوت فلسطين وكل الحاضرين معنا بالاستوديو. اليوم ضيفنا فنان شاب نعرف بمجموعة من أعماله، بلشنا بهم يومين ومن ثم أطلق ألبوم مش بس بحبك. مجموعة كبيرة من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا، مجموعة كبيرة من الملفات رح نفتحها. بعدني بتذكر بال2002 لما قعدنا اثنيناتنا مع مجموعة كبيرة من اللي صاروا نجوم هلأ على الساحة، وقت اللي كنا مشتركين ببرنامج استوديو الفن. تنذكر وتنعاد هيديك المواقف وهيديك المراحل، لأنه عن جد الواحد ما بيعرف قيمة الشغلة إلا لما يخلص منها وينتهي منها ويعرف قديش تعلم منها. بدي بزقفة كبيرة من كل الحضور ترحبوا معي بالفنان فادي حرب. Thank you.
حقك ولا ناسيك بقى معقول يجي يوم واسيبك واحب عليك قولي يا غالي هحلم ليه تاني وانت فوق احضاني ده انا يا حبيبي مخلوق علشانك وهواك علشاني هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا قرب ليا وما تسيبنيش كفاية شوقنا فينا مش كفاية تبقى معايا وابقى يا حبيبي معاك هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا لو يوم راح مساء الخير فادي حارب مساء الخير كيفك شو اخبارك الحمد لله. اول شيء رمضان كريم ينعاد رمضان عليك. كريم ينعاد عليكم وعلى جميع المسلمين والدول العربيه كلها ان شاء الله يا رب نحن قاعدين بفوبيا هلا من شو عندك فوبيا فوبيا شو عندي فوبيا ارتفاع بس المرتفعات من الاسئله الصعبه ابدا فادي اهلا وسهلا فيك على تلفزيون فلسطين تفضل زافي لفادي حارب فادي تفضل فادي لا متى رح نضل عم نغني هما يومين لا بلشنا نغني غير هما يومين هلا ايه بس لا متى رح نضل عم نغني هما يومين الحمد لله يعني نيت هما يومين كانت فتحة خير علي ومن ورا هما يومين لحد هلا رغم اني نزلت ألبوم بس لازالت اغني رقم واحد بحفلاتي ولا زالت بتتغنى والعالم كل ما بتغنيها كل ما انا فرحتي بتكبر اكثر يعني كان واضح أكثر. انفعال الجمهور مع هما يومين الحمد لله بشكرهم على طول حبيتوها الاغنيه نعاد عليكم كمان فادي يعني كنت عم بحكي بالمقدمه تنذكر وتنعاد حلوه كانت ايام استوديو الفن اي اكيد كان فيها خوف بس صح كان فيها خوف لانه تجربنا الاولى صح يعني يمكن تجربتي الاولى تجربتك الاولى وكنا بعدنا بتعرف انت الهوى صعوبه انك تكون كنت واقف على الهوى بالهوى مباشره وانك تقدم بروجرام او 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 تغني بلايف شو فكان منا سهل بدون يعني عم تتمرن بالبيت وعم تيجي مباشره تطبق يعني ما كان في تعليم من اساتذه مثل هلا عم نشوف على البرامج يعني بنشوفك تجي بتغني وبتفل بس بروبا واحده قبل للمغنيين والمذيعين الله يعينكم يعطيهم العافيه يعطيكم العافيه لان حضرتك كمان من الخريجين استوديو الفن اللي بيفتخر فيه استوديو الفن عن جد بصراحه يعني حبيت عوده استوديو الفن 2010 بكل صراحه حبيتها هو لازم يضل في استوديو الفن العوده كانت مختلفه عن استوديو الفن 2002 بكثير انتبه ما بعرف ليش عم بيصير هيك يمكن لانه بال 2002 ما كان في هالبروغرامات الثانية اللي صار ينحط عليها بادجت كبير وصار في تمارين مثل ما قلت انت ما كان يعني كان في بساطة وقت كنا بعد الفن. ايه فيك تقول بعد البروغرام بعده بأصالته وكان الاختيار والتحكيم لحتى يطلع فنان صادق كتير صادق وكتير صعب ما تنسى انت عم تغني كنت لايف قدام لجنة كتير مهمة أساتذة كبار وبنفس الوقت على شاشة كمان كتير قوية كله وكان رقم واحد بروجرام المحضور صح هلأ بكثرة البرامج بتصير في عندك شوية هيك إنه إذا ما عم بحضر على هيدا القناة عم بحضر على هاي القناة بصير في استنساخ شوي من هون من هون من هون هداك البروجرام كان رقم واحد الفكرة رح يضل رقم واحد استوديو الفن تحية للمخرج المبدع سيمون أسمر أكيد تحية كتير كبيرة وكل الأساتذة باستوديو الفن وتحية لروح الموسيقي الكبير وليد غلمية اللي كانوا يسكر كابنا خوف لما نوقف قدامه أنا أكثر واحد ويمكن كل الفنانين إيه يمكن كل الفنانين بس طيب من هم يومين لا مش بس بحبك
الالبوم يلي نزل، الالبوم يلي اخذ ضجه واعلانات كثيره على احدى المحطات التلفزيونيه، ومرافق لفيديو كليب. قديش ضليت لقررت وفكرت انه صار لازم وقت نزل البوم؟ ليك شي 5 سنين. 5 سنين عم بفكر بدي نزل البوم، 5 سنين عم بحضر التفكير. هو ليك انت ممكن يطلع معك الفكره انه خلص انا بدي انزل البوم، بس لحتى تقدم على هذا العمل وظروفه، لانه في كل عمل له ظروف، لحتى تكون عندك اندماج بين العمل متكامل وبين ظروفه والتوقيت لتنزله، بده وقت كتير كبير. هون كان عندنا نحن المشكله. شو كانت المشكله اللي عند فادي ليش ما بالبدايه نزل البوم؟ المشكله الاولى الانتاج. هي كانت الانتاج. أوكي. يعني هذه كل العالم تعرف انه في كتير فنانين عرب ما عندهم شركه انتاج تدعمهم، وبنفس الوقت بيصير عندهم صعوبه بانهم يلاقوا يدعم اغنيه. مش عم نحكي عن البوم، عم نحكي حتى اغنيه. تدعم اغنيه باذاعات، تدفع لها مصاري وتنتج الاغنيه وتصور كليب، وبعدين لتشوف شو رح ترد لك. تسوق الكليب، تصوره وتسوقه، يعني تنشر الكليب كمان. نشر الكليب، نشر الكليب كمان بكلف، اضحك الكليب يمكن. اللحظة الأغنية أوقات بتكلفك سعر، يمكن كل الفنانين بيعرفوها، الجمهور ما بيعرف. أوقات الأغنية بتكلف سعر معين، لتعمل الماركتينج لها بتكلف أكثر من سعرها، أكثر من سعرها، تسويق الأغنية. تسويق الأغنية فمنها شغلة سهلة، بدها شركة إنتاج، وبدها دراية ودراسة، وبدها إكيب عمل عم يشتغل لحتى يوصل الأغنية لتنسمع، لحتى جمهور يحكم إذا هي حلوة ولا لا. نزلت ألبوم فادي بس مشان يقولوا فادي حرب نزل ألبوم؟ لا، نزلت ألبوم لأني تعبت على الألبوم. مش عم تلمس نجاح الأغنية المنفردة أكثر من نجاح الألبوم؟ هو مزبوط، عم تلمس كل الفنانين عم بيلمسوها أكثر، بس ولكن أنا ابتديت، فابتديت بالألبوم وبلش جهز فيه، صار فيه مثل لا تراجع. عرفت كيف؟ لا تراجع، يا بقوم بالخطوة وبكون قدها وقدود والعالم كلها ناطرتني. يمكن بكل حفلة كنت شوفهم يقولوا لي إنه وينك؟ كلمة وينك صارت أوقات فوبيا، صارت تأذي. لا، قد ما هن بيحبوني صارت بالنسبة لإلي صار في عندي مثل لازم أنا أعمل شيء مشانهم، وما أعمل بس أغنية لحتى ما يقولوا بس نطر عمل نزل أغنية واحدة. لا، أنا بعدي عم أنتج ومصر إنه أنا أنتج بإيدي وبشغلي، وما بدنا شركة إنتاج. لا يجي حدا يفهمنا منيح ونفهمه منيح لحتى يريحنا ونريحه ونشتغل صح. طيب رح نروح للبريك، بعد البريك رح نتابع لقاءنا مع فادي حرب بفوبيا وإلى التحدي مباشرة، وخلينا نقول يا رب ويبلش البرنامج. رجعنا لنتابع فوبيا فن على تلفزيون فلسطين مع الفنان فادي حرب، ووصلنا للتحدي. بتتحدى انت صح؟ عاد ما بقدر. ولا بتقعد على جنب بتتفرج؟ لا بتحدى، بس عاد ما بقدر. عاد ما بتقدر. طيب اليوم تحدي من نوع اخر، في قدامنا 9 بطاقات. اوكي؟ اوكي. مقسمين 3 حمر، 3 صفر، 3 خضر، وبيتدرجوا من الصعبين للاقل صعوبه للسهلين. ترمي الزهر وبرمي أنا الزهر، إذا جبت أعلى مني بحقلك تحرق كرت وما ينسأل، ومن مصلحتك تحرق الكرت الصعب يلي هو الأحمر. أوكي. وإذا جبت أنا أعلى منك بسألك سؤال ومصلحتي بلش أسألك بالأحمر. جاهز؟ عم نعتمد على الحظ يعني. الأسئلة كلياتهم عنك. أوكي. يلا خلينا نبلش. عندي؟ يلا. 4 6. هبلش بالأسئلة الخطرين.
قد ايه كلف كليب مش بس بحبك؟ 30,000 $30,000 $31,000 32 لا 31 $31,000 مرة تانية ثلاثة أربعة مش زابطة أنا وياك بلشنا هيك حسألك من الصفر خلي الحمر لألك لو طلبت منك إحدى الفنانات الاستعراضيات إنه تعمل ديو معه تقبل ولا لا؟ ما فيني أسأل أي شيء تاني على هذا السؤال مثل شو؟ يعني حدد مين هي الفنانة الاستعراضية رح أرجيك رح أقول لك أسمائهم بس من دون ما أقولهم أي من دون ما نقولهم قول إيه أو لا لا يعني ما بتحب الأح والبح والدح والنح والشح وال... يصطفلوا بس مش ستيلي عم غني الشيء القريب لإلي منهم ما أقرب لإلي يعني. منهم أقرب لإلي يلا كمان مرة لازم أزهر هلأ هيك يوم لازم شي ستة ها يلا هذا حكي إذا هيك صعب دغري طيب قريبة لك وبين حالك إذا عندك جواب منقوله على صوت عالي إذا ما عندك جواب تحرقه مباشرة هل صعب؟ لا بس عم بس شوف ولا تاخد قرار؟ عادة إيه ما بقول قراراتي بسرعة لا بس فيني أقوله فيك تقوله؟ طيب شو السؤال؟ مين أهم فضائية خاصة ببث الكليبات حالياً؟ مين أهم فضائية خاصة ببث الفيديو كليبات حالياً؟ ميلودي ميلودي أحسن من روتانا؟ إيه بتلاقي نتيجة أكتر؟ لحد هلأ إيه نعرضوا كليباتك على روتانا؟ طبيعي مزيكا؟ لا لا لأنه كليب إنتاجي وأنا نزلته على ميلودي كان توزيع ميلودي ف روتانا بتقبل الموضوع أكتر من مزيكا إيه ساعدوني حتى تحية للشركتين يعني كم مرة كان ينزل على روتانا؟ ما بحسبهم ما بفكر كتير ما لا قليل يعني؟ لا أبدا بالعكس كتير مرتين يعني؟ لا لا عم نحكي بأكتر بالنهار عم بحكي بالنهار كانوا أكتر من خمس مرات أكتر من خمس مرات وعملوا دي؟ شي 12 دفعت لروتانا ولا ببلاش؟ أبدا لعملوا دي؟ أبدا ما بتدفع كمان لعملوا دي؟ ليش؟ بحبوني بحبوك بالفن بعد في محبة؟ حسيت إيه بعد في محبة حسيتها لأنه حطيت كفير. على الألبوم لوجو ميلودي يمكن ساعدوه؟ لا هن توزيعهم بالأصل أكيد رح يساعدوني يعني كتوزيع ميلودي وأنا أعطيتهم الألبوم فور فري أنا إنتاج الخاص وأعطيتهم الألبوم فكان لازم يساعدوني بس حسيت أنه كمان بيقتنعوا بأنه إذا كان في عمل حلو وفنان عم بيتعب لحتى يعمل شغل حلو عم بيساعدوه ولقيتها هيدي بروتانا يلا رح نتابع بعد فيه 3 خضر 2 صفر ووحدة حمراء شو سر ابتعادك عن الأغاني الشعبية؟ كنت بفترة من الفترات مش حاسس أنه لوني مع أنه بغنيها كتير وبالحفلات كلها بغنيها بالحفلات بغني كتير مشان هيك بالحفلات أنا بغني كل الألوان يعني أنا ببتدي بالسلو برجع بالشعبي بس ما تقرب على الأحمر بالحفلات إذا بدك بس ولكن والطربي بغني كل الألوان بس كنت أتمنى من في ناس كتير كانوا يقولوا لا ما تقرب على الشعبي يجوا يسمعوني بالشعبي يقولوا انه او البلدي اذا بدك تقول كمان يقولوا انه لا شو احلى اغنيه او اخر اغنيه شعبيه بلديه سمعتها حلوه اغنيه بلديه بتغنيها كتير بحفلاتك محمد اسكندر كل اغاني محمد اسكندر هلا الفنان محمد اسكندر عم بغنوا له انت عم بتغني له وانا بغني له اكيد معقول تاخذ شيء من فارس وسليم معقول كتير وهلا في حديث كان بيناتنا على اساس دبكي يعني اجتماع خلينا نقول منه بلدي بس منه يكون كتير دبكي اي اغنيه حبيتها اكثر لمحمد اسكندر لك المواضيع كلها حلوه كل موضوع فيه شيء غريب وهذا اللي ميز وهذا اللي نجح الاغاني يعني فارس بهالتعامل مع سليم سلامي حفظ الالقاب عم بيعملوا ديو حلو وعم بوصل لهم اياها الفنان محمد اسكندر فكل غنية كانت حلوة ما فيك تقدر أي غنية بس الأغاني ناجحة وهذا أهم شيء غرفة عمليات بتغنيها؟ كله سمعني مقطع منها أنا بالنسبة لي لازم الفنان هو صاحبها لازم يغنيها بتطلع أحلى منه بس ولكن أنا بغنيها بالحفلات لأنه بتنطلب بحبوها العالم لأنه هني بحبوا الأغنية ما بتغنيها يعني؟ يعني إذا بفضل أنا أغني أغانيي وخلي الأغاني غيري هو خلي غيرك يغني أغاني أكيد
إذا غنيتها تكون عم تشهرها يعني أكثر؟ بالعكس، أنا بفتخر إنه أشهر أي أغنية لبنانية أو عربية بأي وطن. ما عندي مشكلة. أي أغنية؟ أي أغنية. شو ما كانت إذا كانت أغنية عربية. عربية يعني ناطقة باللغة العربية صح. بس. يعني واو نطنط ونطنط كله عندك، ما عندك مشكلة. لا، اللي يكون أنا مقتنع فيه. اها هلا ظبطنا. انا بفتخر بالاغاني اللي انا مقتنع فيها. اغنيه عربيه حلوه مقتنع فيها. اوكي اكيد. مش ظابط حظي من اول. 4-2. رح خلي لك الحمرة. هل سطع اسم فادي من وراء حفلات الكفيات والنوادي الليليه؟ النوادي الليليه ما غنيت بنوادي الليليه. نايت كلوبز يعني. اي في فرق. ما نايت كلاب بالعربي. ما هو هذا الغلط اللي نحن على طول بنوقع. لا مش عم نحكي نادي ليلي، النوادي الليليه اللي سمعتهم. اي لانه فينا هيدا اسمه نوادي ليلي. احترامنا للفنانين تبعهم، بس انا ما غنيت فيهم. سطع لاني بغني هون. بعتقد انا غنيت كثير ب اذا بدك تقول نايت كلابز ولا زلت عم سافر على بنفس الاسبوع، عم سافر اكثر من 3 دول عربيه، اعمل هون ليلي هون ليلي هون ليلي. وأي حبون العالم بهذا الستيل. ما بتخاف تضل محلك؟ أنا من الأشخاص اللي ما كتير بيضلوا محلهم بالأصل. يعني أنا بحكم تنقلي أنا بغني بمطاعم، بس ما بغني بطريقة دويمة. بعمل حفلات، عم بعمل حفلات بمطاعم، عم بعمل حفلات بكافيات، عم بعمل حفلات بكلابز، وعم بعمل مهرجانات. يمكن اللي عم بيلاقوه فيي إنه أنا عم بقدر أدمج هالشخصيات الأربعة الفنية والأجواء الأربعة الفنية بمكان واحد، بشخص واحد. وبقدر كون بكل مطرح الستايل أو المطلوب مني. هذا هو. 3 خضر و1 حمراء. تشجعونا يا شباب. تشجعوا على 2. زقفوا له على 2 اللي جابه. ماشي كله 2. 3 مش أحسن يعني. بس رح ضلني خلي لك الحمراء. بتعتقد انه نحن بزمن اغنية السنجل اكثر من الالبوم؟ اي انجح واوفر والوقت وتجربة شخصية. عم بحكي عن تجربة شخصية. يلا اعطيتني 3 خضر. خلينا نشوف شو بده يطلع معك يعني. 2 اعطيني هالواحد كمان. 2 يلا عيد منيحة. مش شاطر بالزهر. 6. 3 يلا خذ هالأحمر وقراه بينك وبين حالك، إذا عبالك تجاوب عليه ولا لا؟ لا، مفضل إنه ما أقوله. تفضل ما تجاوب؟ فضل ما جاوب. في بس؟ في؟ في كتير. والله؟ كيف تقدر تنسق بيناتهم؟ لا ما... يعني إذا كنت صديق لإله، في أوقات بيقول يعني لازم تكون صادق مع الشخص لتكون صديقه، مش تضحك عليه. في أشخاص كتير بتشوفهم كلياتهم؟ بشوف كتير ناس. تظهر معهم كلهم؟ لا. هلا رح يفكر العالم جماعة شي تاني. خربت السؤال. السؤال مش هيدا أبدا. يلا أعطي 2 خضر. سؤال كتير محترم. 1. كمان 1. يلا أخذت الحظ مني. هلا بستاهلا يعني. 3. حلو. يلا فادي. التحدي شو حلو؟ حلو التحدي. 1-3. اوكي. ليش لهلأ ما غنى فادي الأغنية الخليجية؟ بصراحة ما نعرض علي أغنية خليجية مهمة لإلي إني أغنيها. نعرض علي بس. برأيك فنانات هلأ عم يغنوا خليجي بس مشان المصاري؟ لا لا لا. هلا انتبه، في استراتيجي معينه بتصير مع الفنان، بصير يقيم هو شو لازم ينزل. ويمكن الاحداث اللي صارت بوطننا العربي خلت كثير فنانين وفنانات يقرروا شو ينزلوا باي توقيت، وهذا الصح، هيدي استراتيجي الصح. يلا ارمي. يلا زيت الزهر. ما في 2. اي من الالوان الغنائيه الاقرب لك؟ الالوان الغنائيه هي والمصري، خلينا نقول المصري مش الشعبي، خلينا نقول المصري عاستيل هما يومين. هو خلط ما بين المصري الكلاسيك والمصري المودرن، وهذا اللي عملته علما انه باستديو الفن كنت عن فئة الأغنية العربية الشعبية. صحيح، وغنيت كل أغاني وليد توفيق الشعبية العربية. الشعبية العربية. طيب كنت شاطر بالتحدي؟
جاوبت على الكلمة هذا سؤال نيح. رح نشوف بالفقرة الجاية. رح نروح لبريك، بعد البريك التحقيق مع فادي حرب، شو رح نطلع له؟ خليكم معنا. فادي حرب، جيت بجريك على التحقيق. بترتيب يمكن وبفخ كنت مفكر حالك جاي على شيء يشهرك او يساعدك، مزبط حالك ولمع ثيابك، لقيت حالك بالتحقيق. كم مره دخلت غرفه مثل هيدي؟ ولا مرة. ولا مرة دخلت تحقيق؟ ولا مرة. ولا مرة عملت مشكل مثلا؟ مشكل؟ مرة بحياتي. كنت الضارب أو المضروب؟ كنت صغير بس كنت ضارب مش مضروب. معقول تقول كنت مضروب يعني؟ أنه إيه ليه لأ؟ بس هلأ انتبه، بأي مشكل ما بتصير تكون ضارب ومضروب، يعني بس تكون يا ضارب يا مضروب، بدها تكون الاثنين سوا، بس مين بالاخير مين اللي نجح؟ يعني هيدي الخبريه. يعني اكلت قتله وطعمت قتله. طبيعي. حلو. الحياه اخذ وعطى. بدك تعطي بدك تاخذ. مزبوط. باستديو الفن 2002 عن فئه الاغنيه الشعبيه العربيه حصلت على الميداليه الفضيه. واللي حصل على الميداليه الذهبيه هو ايمن زبيب. مزبوط. وجه له تحية كمان أكيد. شو برأيك بأعماله لأيمن؟ كتير بحبه، كتير ناجح باختياراته والله يوفقه. قديش ساعدتك الميدالية بحياتك؟ هو مش الميدالية اللي بتساعد، بتساعد هو مجرد كان الظهور بهالبروغرام هو اللي ساعد أكتر. يعني مكتب استوديو الفن ساعدك؟ لا، مع أني صاحبي معهم اشتغلت معهم، مع اني صاحبي معهم. صاحبي معهم فكرت ماضي معهم؟ لا لا لا، صاحبي معهم بس اشتغلت معهم سنه من اول ما تخرجت من استوديو الفن، اشتغلنا سنه مع بعض وبعدين تركنا. بنهر الفنون كلهم اشتغلوا نهر الفنون. ما كان مميز فادي يعني؟ لا ما كان مميز فادي، بس كان من الاشخاص اللي عم يشتغلوا بمكتب استوديو الفن بنهر الفنون. طلعوك ببرامجهم بوقتها؟ لا ما كان في برامج بالاصل، ما كانوا عم يعملوا برامج. يعني بالسنه اللي اشتغلت فيها انا ما كان في برامج لهم لمكتب استوديو الفن. لقد تم القبض على المتهم السابق. منيح يلي قبلك قبضوا عليه، تسلم لي. رحت عليه معه دوس. ايه فادي حرب، السياحة الفنية بلشت تنضف مزبوط. والأحسن رح يضل مزبوط. انت من الأحسن؟ اذا بعدي باقي معناتها انا من الأحسن. انت باقي؟ لحد هلأ. كيف اكتشفت؟ كيف اكتشفت اني باقي؟ بعدي عم بعمل حفلات والعالم تطلب. كل عالم تعمل حفلات، معناتها كمان باقي. حفلات مش مقياس. شو المقياس؟ انت قل لي كفنان شو مقياسك، انا بقول لك شو المقياس. انا بالنسبة لي الفنان هو اللي بيعمل حفلات وبيقدم اغاني حلوة، هذا المقياسين. تقصد العالم تحضر فادي ولا بتروح تحضر الحفلة ثابت بيكون فادي؟ لا لازم تقصد العالم انه تحضر فادي. عم تقصد العالم تحضر فادي؟ ايه الحمد لله.
لك حق تقيم السياحة الفنية؟ لا. ليش قلت إنه عم تنضف؟ رأي شخصي. فيني أقول رأي لك حق تقيم أنت اللي لا. انتبه فيك تقول رأي شخصي بس ما فيك تقيم. رأي شخصي ما بينقال بالصحافة، رأي شخصي بضل بينك وبين حالك. ليه؟ يعني بصير تقييم. لا أبدا. بل. التقييم هو وقتاً أنت بتقول لا لازم تعملوا هيك ولازم يصير هيك وهذا ما بيصير وهالشغل كذا. أنا بقول إنه الساحة بلش تنضف برأيي. في حق كل إنسان حتى لو ما كان فنان بيحق له إنه يقول رأيه الخاص. وعلى طول أنا بشدد أوقات الصحافة ما بتكتب. أنا بقول لك يا ريت ما عملت ألبوم فادي. أنت بتقول يا ريت ما عملت ألبوم؟ لأنه مش بس بحبك هي اللي ضربت والباقي انحط على الرف. كل الألبومات عم بيصير فيها هيك. لا 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 ما بدي يكون مثلي مثل غيري. بدي يكون مثلي مثل غيري ما بفوت بالقصة. ليه؟ إذا عندك حجة إنه كل العالم ألبوماتهم هيك بضلني بالسنجل. لا. مش اسمي عملت ألبوم وأنا صار عندي ألبوم بينحط بالفيرجن وبينحط بالمحلات إنه أنا يعني على الساحة يا جماعة وصار ألبومي عم بينافس. فيها تكون غنية 100% وتضل مكتفي فيها. أحسن ما أعمل ألبوم وينحط كله على الرف وما ينباع منه شيء، يضل على الرف. ايه بس في 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 شغله ثانيه نحن كنا واعيين فيها، ان انا قعدت 5 سنين ما عملت اي عمل، فكان لازم قدام الجمهور اللي عم بيطالبني فيني انزل اغنيه سينجر، مش اعمل تجديد لمريم مريم تي مثلا واحسب علي غنيه. ليه ما حبيتها؟ بغض النظر. بغض النظر، في ناس كثير حبوها. وحتى انا نزلتها قبل الالبوم. انا بحس تجديد الاغنيه منا اغنيه. ليه؟ في كتير فنانين جددوا اغاني. بكون عندهم اشياء تانية. مثل شو؟ بكون عندهم رصيد تاني يتجدد. في ناس كتير ما عندهم رصيد تاني. هيدا انا ما بعتبر انا انه. ما بتعتبره فنان؟ لا بعتبره فنان بغني بس ما بعتبره عنده اعمال، ما بستضيفه هون. 100% فيك تقول هيك وفيك تقول هيك، بس ما في فنان بوطننا العربي ما جدد اغنيه. بس بحبك ما نزلت لحالها فقط. راغب عليه ما جدد اغنيه. مش عم بحكي على بقول لك بكون عنده رصيد تاني. طيب وانا حطيت من ضمن رصيدي اللي هو ألبوم اللي صار فيك تقول انه عندي رصيد أغنية هي توزيع بتوزيع جديد. ليه مش بس بحبك ما كانت سينجل وكنا عم نتقل على الله وماشيين؟ ما كانت احسن ما ندفع حق السبع ثمان اغاني الباقيين واخر شيء ضلوا محلهم. لا ما ضل ما ضل انت دفعت حقهم. لا انا قلت لك بالاصل هو انتاجي، بس الخبرية مش هون. الخبرية انه مش بس بحبك كانت قبل اخر اغنيه تنقت بالالبوم. هلا قبل يعني كمان تخيل ما نزلت هي كمان. لا مش ما تخيل لو ما نزلت بالالبوم شو كان صار. لا مش ما كانت نزلت، كانت اندعمت غنية تانية. ليش انت اللي طلبت تدعم مش بس بحبك؟ اكيد. مين ولا الجمهور اللي حبها؟ انا اللي طلبت انه تدعمها. يعني فيك كان فيك تدعم اغنيه تانية وبتصير هيك مشهوره مثل مش بس بحبك. ليك مشهوره ما بتعرف. انا بالالبوم يعني انا بقول يعني عن جد لو هلا مثل ما قلت لي مش بس بحبك لقيتها بالاخر غنيه. لو سيئه بالحظ وما لقيتها يعني كان البومك. ليش انت برايك انت انه البوم ما بيمشي الحال مش ماشي حاله بالنسبه لك؟ ما ضرب ما انسمع. انتبه في البومات كتير عم تنزل هلا ما عم تضرب. على اتليست تطلب تضرب غنيتين ثلاثه اربعه من ثمانيه بس مش واحده. برايك هيك؟ ايه. اذا حطيت لك اسماء. حط لي اسماء. حط لي اسماء طبعا. راغب علامي ألبومه الجديد شو ضرب فيه؟ طبعا كله ضرب. كله؟ ما فيش فايده بيطنش ترم ترم. غيره؟ حلو صح؟ وغيره؟ سنين رايحه وسنين جايه. اوكي. والديو اللي عمله الوهمي مع شاكيرا. هلا ما بعرف هو وهمي مش وهمي انت عم. انا عم بحكي عم بقول لك عن شو الاغاني. اي هاي ثلاثه ضربت هذا الديو؟ ما ضرب؟ ما ضرب. بالنسبه لك؟ لا بالنسبه. انتبه انت بتعرف كيف اقيم انا الاغنيه الضاربه؟ الفنان اللي هو على الارض هو اللي بقيم الاغنيه الضاربه. ليه؟ لانه الاغنيه الضاربه هي اللي بتنطلب بالحفلات. طالما بتنطلب اغنيه بحفلات يا سيدي ما تعمل البوم خليني على غنيتي الاولى. رجعنا لغير موضوع. اوكي لا ما نفس الشيء. طيب شو هي ما اعمل البوم؟ اعمل البوم. انا بدي اوفر عليك كنت يعني بدي اعطيك نصيحه. كانت النصيحه بجمل هلا ببلاش ومش قد ترضوها. شو وضع فيلم مصري تلقيت عرض تمثلي؟ كنت مشغول صح؟ ولازلت. لازلت مشغول؟ مش أهم من هالقصص هو؟ ليه أهم؟ مش أهم من الحفلات مثلا؟ ما بعتقد. شهرة أكثر من الحفلات؟ بيعطيني شهرة. كلاسي أكثر من الحفلات وبتفوت كلاسي أكثر من. بالعكس لحظة كلاسي أكثر من الحفلات أبدا مش كلاسي أكثر من. حسب الدور هلا يمكن أعطي لك دور صغير كومبارس وقايل له أنا في سينما شي ثاني هيدا بس أكيد لا إذا حفلات لا طبعا ماشي بس دور بطولة.
حتى لو كان دور بطولة أو كان دور كومبارس، مجرد أنه أنت عم تعمل حفلات والعالم عم تحبك ومقتنعة فيك كفنان وعم تغني ومطرب، هيدا بالنسبة لي أنا هيدا وقته هلأ. بعدين ممكن يجي شيء اسمه سينما، هلأ مش وقته. لما استغل الموجود ما بيتكرر. مين قال؟ أنا أقول لك نصيحة، برجع بقول لك كمان نصيحة. نصيحتك كانت بجمل، هذا جملك مش ماشي حاله معي. لا لا لا، بعدين رح تعرف مش هلا. ان شاء الله. الانتاج السيء عم يخنق الفنانين؟ انت هيك قلت؟ اي. كيف يعني بيخنقهم؟ يعني بيخنق الفنانين قايل انا؟ ايه. الانتاج السيء هلا قايل او مش قايل؟ ما فهمت. عم بتاكد لانه في اوقات شغلات بدك ضلك مذكرها، يعني انت شوي بالصحافه كمان. بس هيك لطشاتي ما فيك تنسيها. إنه يخنق الفنانين يعني بتكون مذكرة طبعاً. يعني إذا ما بتكون من قالي بالحرف الواحد بتكون من قالي بغير. لا جملة كلها يخنق مش يا خ نون قاف. لا مش هقول على الكلمة. أوكي. يخنق الفنانين بمعنى المقصود كان فيها عم بخلي فنانين تانيين اللي ما عم بيكون عندهم إنتاج مخنوقين من هذا الوضع. يعني في عندك شركات إنتاج أو أشخاص أو مدراء أعمال عم ينتجوا لفنانين ما بيستاهلوا أن نحط لهم هالدعم كلياته. مثل مين؟ بدون تسمية. لا إذا بدون تسمية عم بحكي بالوهم. إذا بدك. ما في يعني مش لا ما فيك تسمي. يعني ماني مقتنع بالكلام. ماشي، بس أنا مقتنع بعتقد العالم اللي عم تسمعني هي مقتنعة أنه في ناس كتير عم ينكب عليهم مصاري كتير ما راح يطلع منهم شيء وما بيستاهلوا هالدفع كلياته. وفي ناس كتير خرج وفنانين بيطلع منهم كتير وما عندهم القدرة انه ينجوا وانا واحد منهم كان. ولازال في اشخاص كتير بالوطن العربي فنانين خرج انهم يندعموا وما عم تشوفهم شركات الانتاج. تونسي مغربي عراقي كلهم بتغنيهم حفلاتك؟ اللي بينطلب ايه اكيد. وبحكم سفري يعني بحكم سفري على تونس والمغرب صرنا حافظين كتير اشياء فصرنا نغني. سفر وغناء باماكن عامه ولا خاصه؟ اماكن عامه ابدا مش باماكن خاصه. ليه زعلت هالقد يعني؟ بحس انه هيك اماكن خاصه بتلطش على الاماكن الخاصه. اماكن خاصه مثل اعراس مكان خاص هيدا بتسميه انت؟ طبعا هيدا. اذا هيك بتسميه انا مع. مش مكان خاص؟ انا مع. بتغني باماكن خاصه يعني؟ اي بغني كثير. بغني في اماكن خاصه، أغني في حفلات خاصة. انتبه، أغني في حفلات خاصة. طيب ليش اعترضت بالأول؟ لا ما هي في صيغة السؤال أوقات مازن حسب صيغة اللي بتفهمها حبيبي، حسب صيغة اللي بتوجهها مثل ما بدك أنت بتفهم السؤال أو لك هيك. هو انتبه، الإجابة على أي سؤال تعتمد على كيفية طرحه. طرحه كيف هو كمان ممكن. شو طارحك يكون... أنت؟ أنا شو طارحني؟ كيفية طرح سؤالك عم بحكي عنه. فهذا هو، أنت حسب ما طرحت السؤال انتبهت أنه في شيء غلط. هيك نيتك كانت فادي. ممكن. بينطلب منكم كتير قصص هيك فادي؟ حفلات خاصة؟ بينطلب حفلات خاصة؟ إيه أكيد كل فنان بينطلب منه حفلات خاصة. من اللي فهمتها؟ كمان أكيد. بتلبيهم؟ أكيد لا. كم وحدة لبيت؟ شو؟ كم وحدة لبيت؟ ولا وحدة. ما جربت؟ ولا بحياتي. يمكن كانت لو جربت إيه؟ كان صار في مش بس بحبك، صار في 10 مثل مش بس بحبك. سوري؟ كان صار في مثل 10 مش بس بحبك من قبل. كان في 10 مثلها؟ لو رحت حفلات خاصة. اي لو رحت خاصة حفلات خاصة من اللي عم تحكي عنهم انت. قد ايه يعرض عليك الحفلة الخاصة تقريبا؟ ما في شيء اسمه قد ايه يعرض. لا مش بالعدد، قديش المبلغ؟ ما في مبلغ معين. أكثر وحدة مغرية كانت وما قبلتها؟ هذا بيناتنا ما قبلتها، ما بعرف إذا أنت قبلتها. إيه مزبوط؟ طبعاً مزبوط. ليك بعتقد هذا اللي بجاوبك عليه الناس اللي بتعرفني. اللي بتعرفك؟ إيه. أنا ما بعرفك، جاي حقق معك لأتعرف عليك. ماشي، معناتها إذا المحقق عادة شو بيعمل؟ بيسأل. بيعمل مثل ما بيسموه بحث. وبعدين بيسأل. لا. المحقق لما هيك مشو المتهم بيحقق معه بياخد أقواله بعدين بيصدر الحكم وبعدين بشوف شو بده يصير فيه، مش العكس. طيب مثل ما بدك.
بس بيكون هو عم بيحقق فيه، بيكون هو عم بيحقق معه، بيكون عم يسأل، عم بيجمع هالمعلومات حواليه. مين قال لك مش عم جمع؟ حسيت طبعا. فادي انتقلت اللي عندك وصير وقت كمبيوتر يصدق يلي انت قلته. حط ايدك هيك. ايوه فادي حرب، اجاباتك صادقة. رح نروح لبريك، بعد البريك منتابع فوبيا مع فادي حرب.
مش بس بحبك رجعنا لنتابع فوبيا مع ضيفنا الفنان فادي حرب، مش بس بحبك عنوان الألبوم يلي موجود بالأسواق وكل الأشخاص. خليني أخذ نفس من بعض القصاص اللي قصاص شو؟ القصاص اللي مرق قبل شوي. هذا قصاص؟ يعني بعد ما شفت شيء خير لقدام. ايه لقدام. اوكي. طيب رح نتابع فادي، رح اتوجه انا وياك انظارنا على الشاشه لنشوف ثلاث صور. بدنا نعلق على ثلاث صور، او بدك تعلق على ثلاث صور سلبا وايجابا. جاهز؟ اوكي. يلا. الصوره الاولى النجمه اليسا. اليسا شو رايك باليسا؟ نجمة بكل معنى الكلمة، و أفضل نجمة عربية؟ لا أنا ما فيني أقيم إنه أفضل نجمة ولا لا، بس ولكن أنا فيني أقيم إنه أعمالها الأخرانية كانوا رائعين جدا، ألبوماتها رائعة جدا وناجحين جدا. بتتمنى تكون من نجوم روتانا يلي إليسا بتتصدرن؟ كل فنان عربي بتمنى أن يكون من نجوم روتانا أو من نجوم أي شركة إنتاج بس تكون عم تهتم فيه، فأنا أكيد محظوظة إليسا بروتانا؟ محظوظة؟ بعتقد أنها بتستاهل. 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 الصورة الثانية نشت حكيت بستهدمه كتير، بستهدمه كتير وأغانيه مهضومة. يعني بتغني العو بحفلتك؟ لا لا ما بغني، قلت لك أنا بغني أكتر شيء الأغاني اللي بتنطلب كتير. بقى العو بعتقد بمصر عامل شغل كتير مهم، عم بسمع بالوطن العربي. بالوطن العربي عامل شغل. كنت عم تحكي عن الفن الهابط، تعتبر أنه العو من الفن الهابط؟ لا هو من الشعب الطريف، منه فن هابط، من الشعب الطريف. وحتى الكليبات عارفين كيف يعملوا الأغنية بحجم الكليب بهالهضام اللي هو فيها، لأنه هو عن جد مهضوم. هو من الأصوات الحلوة على فكرة، هو من كمان خريجين استوديو الفن بمصر وأصواته من الأصوات كتير حلوة وبيجيب جوابات حلوة كتير. صورة الثالثة خلينا نشوف شو رأيه بالصورة الثالثة. روتانا حلم؟ لا ما انه حلم، شركة كبيرة وتقدير كتير كبير لألا. عم ينظلموا فيها النجوم أو بعض النجوم؟ لك بآخر فترة روتانا، شركة روتانا والقيمين عليها رجعوا، بعتقد انه عملوا استراتيجيه جديده وهي انه الفنانين حاولوا يلغوا الكونترايات او يلغوا العقود اللي كانت مع غير فنانين، وخلوا عندهم فنانين يقدروا كمان يعملوا لهم لايف شو ويقدروا كمان يجيبوا لهم بنفس الوقت يستثمروا منهم اعمال وحفلات، وبعتقد هذه نجحت معهم. فلا شركة كتير كبيرة وكتير مهمة، وسمو الأمير بعتقد والإكيب أجمع عارفين شو عم بيشتغلوا بالوطن العربي وعملوا بصمة كتير حلوة للوطن العربي. طيب خلينا نعمل أو تعمل أنت هلأ البصمة على هاللوحة. أنا هاللوحة الكبيرة كل ضيوف البرنامج عم بيرسموا شيء ليدل للسلام العربي أو الوحدة العربية. أوكي، لأنه تفضل فادي، كون ضيوفنا يلي مرقوا معنا كانوا تقريبا من معظم الدول العربية، خلينا نشوف شو معقول فادي تكون رسمته. شو معقول ترسم رسوم وقول. هلا انا مش كتير شاطر بالرسم. الهلال والصليب. والصليب. اسمك وتوقيعك فادي والعيش المشترك، وان شاء الله دائما بضل في عيش مشترك بين كل الطوائف الموجوده بكافه الدول العربيه، لانه الدين لله والوطن
للجميع. تسلم، تفضل عود. فادي، كتبنا للسلام العربي، صار وقت نكتب رسالة هون لأهل فلسطين. أهل فلسطين هالبلد يلي ما بنقدر ننزل، يعني لا أنا ولا أنت كوننا لبنانيين للأسف. وإن شاء الله رح يجي يوم إذا الله رادوا ننزل. شو عبالك تكتب لأهل فلسطين؟ اقرأ أنت عم تكتب. إلى أغلى ناس، وإلى أغلى أرض، وإلى جزءنا الذي لا يتجزأ. اسمك وتوقيعك. بعد نقدر نحط توقيع، بعد تحط بيوسع التوقيع. شكرا فادي حرب، هيدي الرسالة يلي وصلها لأهل فلسطين يلي عم يشوفونا عبر تلفزيون فلسطين. الفوبيا كانت عندك من المرتفعات، وإن شاء الله اليوم بعد الحلقة ما يكون صار عندك فوبيا إضافية، صح؟ فوبيا مازن دياب هلا. يمكن، صح، يمكن تصيبك وسنت الجاي ان شاء الله اقول لك تعا بتقول لي لا سوري. حتى لما اقول لك سنت الجاي تعا وتجي لازم تشرب من طاسه الرعبه كي لا تصاب بفوبيا. بتعرفها طاسه الرعبه؟ ايه بسمع عنها بس اول مره بشوفها. اول مره بتشوفها؟ دائما في اول مره. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. رح تشرب شوي من طاسه الرعبه حتى ما يصير معك فوبيا ابدا ولا أمين. خوف ولا اي شيء. امين. شكرا فادي، زقف لفادي حرب. فادي انا بدي لك ثانك يو على الحلقه الحلوه يلي مزحنا وضحكنا وغنينا ورقصنا، تسلينا وحققنا. مزبوط. كيف كانت الحلقه؟ يعني بصراحه كانت من غير المنتظر لانه اكبر من التوقعات. انا بهنيك، بهني كل العاملين على هالبروجرام، لأنه عن جد بروجرام جديد بأفكاره، بطريقته، حتى بأسئلته، البحث اللي عم تعملوه، وأنت ما بيخفى عنك أنك على طول عندك علم بكل أخبار الفنانين من صغيرهم لكبيرهم، ونحن منتشرف بأنه صار في عنا على طول أشخاص مثلك عم بيقدروا يوصلوا هالبروجرامات ويعملوا هالبرامج الجديدة للوطن العربي. شكرا فادي حارب، تانكيو لألك. أنا بدي أقول شكر لكل اللي تابعونا اليوم بحلقة فوبيا فن عبر تلفزيون فلسطين، واللي كمان سمعونا هن وعم بيتجولوا بسياراتهم عبر إذاعة صوت فلسطين، وللجمهور الحاضر معنا اليوم مع فادي برمنا بأرجاء الاستديو. بلشنا بالتحدي وجاوب فادي على كل أسئلة التحدي ما عدا سؤال واحد، جربنا نخربطكم شو معقول يكون السؤال، بس شو ما كان ببالكم غيروا لأنه مش هيك كان السؤال. بالفقرة الثانية بالتحقيق جربنا نسحب من فادي الكلام، وحكينا عن ألبوم، وحكينا عن السوق، وحكينا عن شركات الإنتاج، واخترنا التصريحات يلي قالها فادي عبر صحف المجلات والمواقع الإلكترونية، وبالنهاية بصم وطلعت إجاباته صادقة. يمكن استغرب، ما بعرف، بالصور أعطى رأيه بثلاث صور، أعطى رأيه بصورة أليسا، بصورة دياب الشهير بأغنية العو، وبشعار روتانا، وبالنهاية كتب على اللوحة الكبيرة ووصل رسالة لأهل فلسطين وشرب من طاسة الرعبة كي لا يصاب بفوبيا. أنا بدي ودع كل اللي شافونا واللي حضرونا، اللي حبونا واللي ما حبونا. بكرة حلقة جديدة إذا الله راد من فوبيا فن على تلفزيون فلسطين، مع ضيف جديد، فنان جديد، ملفات جديدة وحقائق ستكشف لأول مرة. بدي ودعكم، نتلقى بكرة، كان معكم مازن دياب. تصبحوا على ألف خير.